بكل الطبع، نحن أمام، يعني بات الأمر الآن واضحا، نحن أمام حرب تقليدية وليس حرب عصابات غير متكافئة، حرب الخصمين الروسي والأوكراني برعاية الغرب، يحشد الوسائل ضخمة ومئات آلاف الجنود بجانب مساعدات عسكرية متنوعة. هذا كله يصب في النهاية أن الحرب ستطول حتى نهاية العام، وربما في الأعوام القادمة لا يوجد أي سقف أو وقت لنهاية الحرب. نعم دكتورة هيام، البعض يعتبر أن العملية الروسية تسير وفق ما هو مخطط لها، لكن ما يفعله الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هو استنزاف لروسيا في هذه الفترة فقط. بالطبع بالطبع، يحاول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهم يعملوا على يعني إطالة أمد الحرب استنزافا للقوات الروسية، ولكن حتى نكون منصفين أيضا، روسيا لديها مواردها الخاصة اللي تقدر أنها تعاند أيضا في الغرب وتعمل على إطالة أمد الصراع. روسيا برضو دولة قوية ودولة لديها مواردها، سواء العسكرية أو الاقتصادية أو حتى موارد الطاقة الواسعة التي تمكنها من إطالة أمد الحرب في مقابل الغرب. وإحنا الأيام اللي فاتت كانت روسيا أعلنت أنها أوقفت خط نورد ستريم لأعمال الصيانة، ولكنه برضو لعبة روسية أو ورقة روسية للضغط على الاقتصاد الغربي، وأنها تظهر لهم أنها ما زالت الخصم القوي في الحرب. نعم دكتورة هيام، أزمة الطاقة التي ذكرتيها، هل من الممكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى التقليل من سقف المطالب باتجاه روسيا؟ لا أعتقد هذا، لأن الاتحاد الأوروبي إذا يعني خدنا شوية منحى إيران أو الاتفاق النووي الإيراني والوساطة الأوروبية فيه، الاتحاد الأوروبي بيضغط بكل شدة إنه يتم توقيع الاتفاق النووي الإيراني من أجل زيادة أو ضخ المزيد من النفط الإيراني في السوق للتعويض عن نقص الإمدادات الروسية. لذلك لا أتوقع إن الضغط الروسي على الاتحاد الأوروبي سيقابله تنازل كبير من دول الاتحاد. بالعكس، احنا رايحين لفكرة انهم بيدوروا على اكتر من بديل. لا، الحرب بقت فيها تصعيد بشكل كبير جدا، وهناك او يعني يتزامن معه البحث عن بدائل. نعم يعني الدول الغربية لن نقع تحت وطأة روسيا لسنوات قدام. لا، احنا لازم ندور على بديل واكثر من بديل للنفط الروسي. شكرا جزيلا الباحثة في الشؤون الشرق الأوسط الدكتورة هيام القزاز على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا.